إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الجماهير الناظورية والجماهير المنتخب الوطني المغربي هنا بمدينة الناظور وبكل ربع المملكة المغربية. اليوم مقابلة لفريق المنتخب الوطني المغربي ضد فريق الكونغو الديمقراطي. كما تلاحظوا معنا أننا نتواجد بمقهى البيا في هذا اليوم، هذا مقابلة اللي غادي تقوم على الساعة الثالثة بحضور جماهير ريفية ناظورية لمتابعة المقابلة. نشوفوا ارتسامات ديال الجماهير الناظورية الريفية ونشوفوا شكون هذا اللي غادي يجيب توقع للمقابلة، وغادي يكون مفاجآت معنا مع سبورت ناظور. تابعوا هذا المباشر، هذا تحياتي لكم. إذن في هذه اللحظة معنا السي سفيان، السي سفيان شنو اللي تتواجد اليوم؟ وإيوا إن شاء الله تكون شي نتيجة إيجابية، وإن شاء الله نتمنوا المنتخب الوطني يحقق واحد النتيجة الإيجابية اللي غيخلي الحظوظ ديالو وفيرة باش يتأهل لدور الثمن النهائي إن شاء الله، وكنتمنوا الخير إن شاء الله للمنتخب. إذا التشكيلة ديال المنتخب الوطني المغربي في مقابلة تنزانيا، واش تشوف أنه وليد الركراكي غادي يعتمد على نفس التشكيلة اليوم؟ والصراحة صافي بن نعمة، اذا نشوف ارتسامات ديال الاخ. اذا المقابله اليوم ديال المنتخب الوطني شنو الارتسامات ديال المقابله ديال الفريق الوطني؟ ان شاء الله 2-0 ان شاء الله، 2-0 باش غادي ينتصر المغرب، 2-0 الله يجعل البركه. المهم خصنا كاليفيكاسيون 6 لي بوين. اذا الاخ عطانا سي عمر، شنو توقع ديالك المقابله؟ 3-0 سي عمر، 3-0. نشوفوا الاخ شنو توقع ديالك المقابله؟ 4-0 ان شاء الله. 4-0 بالنسبه للتشكيله المغرب، بالنسبه للتشكيله ديال اليوم واش نفس التشكيله؟ لا التشكيله مزيانه التشكيله ان شاء الله، وغادي ندوي نروحوا ان شاء الله ب 4-0 ان شاء الله. ان شاء الله. اذا كانت هذه بعض ارتسامات الجماهير الحاضره لمتابعه المقابله. باقي نشوفوا ارتسامات معنا. الحاج السلام عليكم. السلام. اليوم المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي ضد الكونغو الديمقراطيه، شنو هي الارتسامات ديالك؟ نتمنى الانتصار ان شاء الله للفريق الوطني 2-0، غنتاهلوا ان شاء الله، نديروا 6 نقاط وحنا مأهلين. تحياتي لك. اذا الجماهير تقول انه 2-0 4-0. نشوفوا. السلام عليكم. السلام سيدي. السلام. سلام. تحياتي لك. تحيه مبادله. نعم اليوم المقابله ديال المنتخب الوطني مع الكونغو الديمقراطيه، شنو هي الارتسامات ديالك؟ نطلبوا من الله ان شاء الله نفوزوا غير 1-0 ان شاء الله. 1-0 الله يجعل البركه. بارك الحمد لله. اذا 1-0 هنايا. لا سي بن عيسى خاصني نجيب لك سيدي، حنا كنتمنوا ان شاء الله كنتمنوا غادي نربحوا ان شاء الله باذن الله تعالى، وكنشكر التقن الرياضيين، وكنشكر جلاله الملك محمد السادس، وكنشكر الطقم الطبي، والله ينصرنا ان شاء الله على اعداء الله. اذا المقابله ديال اليوم واش نشوفها انا ونجيبوها؟ لا حنايا كنشكر، حنايا مع الكره ماشي معنا حتى شي واحد، حنايا روح رياضيه، ما عندنا لا هذا لا فرق. اللي يستحق يربح، نجعل شي بركه اللي يخدم، الله ينصر سيدنا. اذا ما زلنا في ارتسامات الحاج. ضروري لا ضروري غاكل شي حاجه كيما كان. النتيجه ديال اليوم ان شاء الله 2-0 ان شاء الله منتخب، ان شاء الله منتخب فيبا المغرب. السلام عليكم، كنتمنوا ان شاء الله المنتخب ديالنا يفرحنا بهذ 3 النقاط، وكنتمنوا يربح ان شاء الله. كي تشوف المقابله ديال اليوم؟ ان شاء الله المنتخب ديالنا ديما كيفرحنا، مع زناش شفنا المباراه ديالهم
وكنتمنوا ان شاء الله يفرحونا ويفرحوا الشعب المغربي، الشعب المغربي كامل. تفرجتي بالمقابله ديال المنتخب التنزاني؟ تفرجت اللعب ديالهم تبارك الله، يعني في المستوى كنتمنوا يتشجعوا ويزيدوا القدام ان شاء الله ويفرحوا الشعب المغربي كامل، وكنتمنى الهناء وشكرا. ندخلوا شويه للقهوه نشوفوا الارتسامات معنا. السلام عليكم، تحياتي. المقابله ديال اليوم منتخب وطني والكونغو الديمقراطيه، شنو الارتسامات ديالك؟ الارتسامات هو كنتمنوا ان شاء الله الفوز للمنتخب، تكون شي نتيجه ان شاء الله مزيانه وتكون يعني التوقعات ديالك المقابله شحال؟ التوقعات راه تكون صعيبه المقابله بحكم الاجواء اللي غدور فيها، ونتمنوا ان شاء الله الفوز للفريق الوطني ان شاء الله. تحياتي لك، ونشوفوا الشباب فوق العمر، شوفوا فوق. كل واحد عطي له عندي الكلمه. اذن توقعات له بالمقابله ستربح المغرب ان شاء الله. شحال؟ 5-1. 5-1 توقع ديالنا هي 2-0. ان شاء الله المغرب يربح بواحد 2-1، وديما مغرب 2-1. 3-0 مربوحه. بالنسبه للتشكيله ديال المنتخب اليوم، واش تشوف انه تشكيله مناسبه؟ ان شاء الله اتربح حتى مناسبا. تشكيله مناسبه ان شاء الله، غادي نجيبوا 3 نقاط باش نتصدروا المجموعه ونديو المهم ان شاء الله نتوجوا بلا كوب دافريك ان شاء الله. نشوفوا الارتسامات ان شاء الله. 4-1 4-1 ان شاء الله. 4-1 4-1 مربوحه. واه التشكيله ديال اليوم مزيانه مزيانه. واه بوفال دخل ديما مغرب ديما. اذا معنا متتبع المقابله، بالنسبه للارتسامات ديالك على المقابله اليوم ان شاء الله 3-0 3-0 3-0 بالنسبه للتشكيله ديال المنتخب اليوم. شنو نقول لك؟ كاين زياش، كاين حكيمي، كاين شنو نقول لك؟ ان شاء الله نربحوا بثلاثه. شنو نقول لك؟ نربحوا بثلاثه صفر ان شاء الله. بالنسبه للتشكيله ديال المنتخب اليوم، واش هي يعني التشكيله ديال تنزانيا؟ وكان اعتماد على اللاعبين، عندك اللاعبين ديال اللي لعبوا ضد تنزانيا هما اللي يكونوا اساسيين دابا في هذا الماتش ان شاء الله. اذا نشوفوا ارتسامات الاخوان. اذا تحيه لك. تحياتي، جيتي تفرج اليوم؟ واه نعم. كي شكل كي غادي يكون التوقعات ديالك على الماتش؟ يربحوا ان شاء الله ب 2-0 ولا مهم. بشحال النتيجة؟ 2-0 ولا نربحوا ما عرفتش، المهم نكونوا متميزين ونكونوا مزيانين. يعني قال لك شكون اللاعب اللي تعجبك في المنتخب الوطني؟ كامل ما قدش يختار حيت بزاف بهم كاملين كيعرفوا. لا ضروري تيكون واحد اللاعب تيعجبك بزاف في المنتخب الوطني. زياج وحكيمي صح؟ زياج وحكيمي. شو الاخ سميتك؟ محمد. محمد جيت تتفرج اليوم في المنتخب؟ شنو النتيجه اللي غادي تعطيهم؟ شحال غادي يربحوا؟ شحال؟ 2-0 شحال؟ ما عرفتش التوقعات ديال المقابله. نشوفوا الاخ معنا. اذا مقابله المنتخب الوطني المغربي والكونغو الديمقراطيه، ارتسامات ديالك؟ احنا موالفين ديما 3-0 ولا 2-0، احنا موالفين. المنتخب المغربي ديما كيديها يا اما 3-0 ولا 2-0. تحياتي لك. من الاحترامات. نعم اسيدي. باقي لنا ارتسامات الاخرين. اسيدي الحمد لله على هذه المباراه ان شاء الله نربحوا، وما عندناش حنايا العداوه بين هذا وهذا. راهي كنتمنوا المنتخب المغربي غادي يربح ان شاء الله باذن الله تعالى. ما عندنا لا عداوه على هذا ولا على هذا ولا على هذا. حنا كاع هذا الشيء هذا كنشكروا جلاله الملك محمد السادس، هو اللي عطانا هذه المبادره وعطانا هذا الشيء هذا. الله يجازيه بخير، الله ينوره. ومن طبيعه الحال السي بن عمار ديالنا كنتمنوا ان شاء الله الفوز للفريق الوطني، وحنا كنهنيو هذا الفريق بواحد
بواحد العزيمه اللي المغاربه كاع كيتمناو الفريق ينتصر. ومن طبيعه الحال حنا هاد القهوه الباهيه معروفه عندنا من زمان من العهد نتاع السي عبد الله يرحمه، وهاد القهوه هادي عندنا تاريخ فيها، وعندنا التاريخ ديال الهلال الناظور اللي معروفه هاد القهوه بالفريق الهلال اللي كيساندوا هاد القهوه هادي وعندنا طاقم الفريق اللي كيجتمع في هاد القهوه هادي من ايام زمان. وكنتمناو ان شاء الله نتمناو الناس اللي ما عندناش فيهم الخير ما عندنا ما نديروا بهم هنايا، ومع ذلك كنتمناو الواحد اللي ما كيتمناش الخير لخوه المسلم ما عندنا ما نديروا به، وكنتمناو ان شاء الله الفوز للفريق والله ينصر سيدنا. وشكرا 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 وجوج لزيرو ان شاء الله. اذا شكرا لك. اذا حاضر معنا اخ بن عيسى، هو من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج وكذلك من جمعيه تومات الهلال. اخ بن عيسى، مقابله ديال اليوم مقابله من بين المنتخب الوطني المغربي والكونغو الديمقراطيه، شنو الاستمتاع ديالك اخ بن عيسى؟ السي محمد تبارك الله عليك، شكرا لموقع سبور ناظور على الالتفاف الذي حظي بها في هذه القهوه، وخاصه المقهى معروفه بالانصار هلال الناظور، كلهم حماس وحيويه من اجل الفوز المنتخب الوطني المغربي. السي رشوي مازيغ لان هذا الاصل النغ خصنا هذا الشيء نغ ونهار مش توغا نترجى بارتي دو ثام زوار تيعرف حتى يستر زيرو الفريق الني ونهار غانغ جم تفاؤل ضم قران ذي المجموعه ككل، وخاصه السي وليد الركراكي ايجن اضاز مغج القوس هو ها باش السيور توغان كيجن الوقت توغان ثار والمنطقه تو تيران شادي المنتخب، ولكن زكو ميديوس الزاكير زكو 2004 ثار الدورو ان زار نار ثار والمنطقه سواء زي الحسيمان زي النظار تيران ديال المنتخب، والحمد لله هذا جن الشرف انه زكو ميبدا مازيغ هذه راه ديال المنتخب اقدي القمه اقدي الطوب. اما ذا يني غلا الله يرضي، وخاصه روميديوس القجاعي نهار خزار المستوى الكره القدم المغربي ماني ثيوض المرافق الرياضيه التكوين القاعده يعني من داش غايني التصنع حوايج بدل نهار ديال المغرب الحمد لله، ولذلك غنقارش رانشين غنحق نفاحضي ثندي انت رانشين ماش نفارح المنتخب نازل نفاحضي ثندي انت النغ يخصنا غير فوربو يليق زي السمعه السكينة ضد الجمهور يعشقن المنتخب يتم تنخ المنتخب. شكرا. ومثلا شنو هي الرسالة اللي غتقدم للجامعة الملكية أو السي القجع؟ معلوم كنطالبوا السي فوزي القجع هو اللي كنشوفوا عنده بزاف لأنه ولد المنطقة اللي الصراحة خدم بزاف في الفترة ديالو، كنطالبوا يشوف بعين الرحمة لهذه المدينة اللي مهمشة اقتصاديا رياضيا ثقافيا جميع النواحي، كنطالبوا يشوف عندنا يدير لنا شي مركب يليق بالسمعه ديال المنطقه، وخاصه مدينه الناظور راه باب اوروبا حشومه 2023 مازال ما عندنا التيران. شكرا للاخوان. 2023 2024 بحال تاع الطوشه نتورى انهم نظرات الشوارع اخوان يعني اصحاب النظرات تعجب اسم الشامه معلوم دي وطنيين مارة تعجب اسم الوطن ومن حقنا انا شي نهار ديال المنتخب هذه هذا ديال النظام ما يموجب هذا حقنا من حقنا ما يمداش خصنا المركب خصنا المركب راه شي هذه راه هذه راه كجده هذه راه باركان هذه راه الحسيمه قرشي تابعيني المغرب قرشي لقانا غواني بندير غواني جلاله الملك قرشي دي وطنيين واجبوا مشقان بعض شنو واجبوا دي مصلحيين واسبوق شان حاجه غني ديال الرياضيين تعجبها نغار الرياضه الحمد لله الهدف النغوه انزال ان شاء الله المنتخب ادير ثاني لقب للخزينه المنتخب الوطني المغربي وشكرا. رجل السي بن عيسى كنخش كل مع ممجدش قاندانيتا بن عيسى المعروف سرهندا قديم كتابرات رئيس الجامعه نعم اشتبرات المسؤولين ديال المنتخبين سواء النظام يعني الاخ سواء الجماعه النظام اقليم النظام الجهه بصفه عامه. ومن داش انا السي محمد الاخوان ديالي الخوت ونعقل خاصني نجي الامير ضام قرن ولكن خابنا يعني التقني تغدي سنكا على حال 50 60 100 قد طرح لان وكيل بالمجهود ديال الفطريه على حال 3 سنين عاد وتسقان نجي الوعاء العقاري يفوربو ما يمكنش القضيه ومش حاجه نتمور الحبوس وخص نبوذ كل الحل لذلك كنقارس نتقل الحل
أرجل على ضغط سقان فور بوغي ثنديت. أما المركب ثني قد تقدولة المركب قد تقل الجامعة قد تقل وزارة الشباب والرياضة قد تقل السلطات النغري، ولكن ثندين تنغ خساسي شفوربو يليق جار 10000 15000 20000 متفرج هذه ريدة ذي المدار الحضاري يخن السوى. أما المركب قد تقل الجامعة قد تقدولة فماذا هي؟ أنا شكاري شو مثلا محمد بن نعمار رجل كيش ديني 30 المهم تاع اول منطقه دين زيوج دي باركان دينا من الحزين النضا دينا مربط زي بن طيب دين العزوزيه دين الحسيمه دين محمد زي النضا نعم تقريبا دين خمسه سته لعاب او انتو شيخ النوسي جاد ميس الحسيمه سته لعاب تاع اول المنطقه من زعما راني انه لا خوف في المنتخب المغربي يعني تواجد جاليه طبعا المغربيه سواء الريفيه هذه الخارج جات سقط السفوغ يلعب ذي المستوى ذا من داش لان قالني غاش تجينا محمد البيدي الحوار كيك ني غاش قال المنتخب زكومي بدا التيران دا يستار والمنطقه نارف اذا المنتخب يتقن نتائج الحمد لله لا خوف على المنتخب نهارا هذا شيء نيق 90 99% يمكن اللقب ديال كوح غيربط ان شاء الله زي صفاح نمار الشعب المغربي زي سكن عاود يجي المسيره نعم سيدي غاتيري الطام قرا تجو غادي يرجعوا الاجواء ديال قطر نعم غادي يرجعوا الاجواء ديال قطر وقصدي من يوقع ديال قطر الحمد لله العالم العربي ككل العالم الاسلامي ككل تغين مارك المنتخب المغربي تغين مارك الوطن الحمد لله يجن الشرف ونتمنى منايا هذه تحقق عاود دي كاس افريقيا يجين دي كوتيفار وشكرا امتنا محمد اذا شكرا لك وغالي مازال رحنا مع ارتسامات اذا كما تلاحظوا اننا تتواجدوا بمقهى الباهيه بشارع محمد الخامس بالناظور هذا المقهى هذه اللي صراحه جماهير الهلال الرياضي الناظوري دائما تعودنا على وجودها خلال مقابلات المنتخب الوطني خلال مقابلات الهلال الرياضي الناظوري اذا نشوفوا ارتسامات ديال الشباب معنا دويتو يلا ديما مغرب يلا اجي نشوفوا قرصوا قرصوا راح دجاج شنو التوقعات ديالك على المقابله شنو التوقعات ديالك على المقابله مروان غير قلنا شحال توقع مروان قلنا مروان شحال ديما مغرب وصاف شحال النتيجه 2-1 2-1 قال لك النتيجه 2-1 اقشق شطحي بتوقعات الوالد توقع ديالك على المقابله توقع ديالنا ان شاء الله غادي تربح وغادي تعاود تخسر وتعاود تربح ان شاء الله اوكي شوفوا 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 نشوفوا محبي هلال الناظور وعاشق هلال الناظور صمد هذا الغزير ان شاء الله خويا بن نعمان ان شاء الله سي يوسف تحياتي سي يوسف اليوم راه تتوجه المقهى الباهيه لمشاهدة مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد الكونغو شنو هي الارتسامات ديالك على المقابلة؟ نابح ان شاء الله نابح شرب دقي متفائل للمنتخب المنتخب يجهد ان شاء الله نحي صفاح سجن الكاس ان شاء الله نحي الساق وحده غاتماه النغ واش مش توارد قنقدي القهوه الباهيه القهوه الباهيه معروفه الرياضيين خصوصا جمهور الهلال الرياضي الناظوري مامش نتمنى ان شاء الله رانشين غنغيري شافور بوشن وين غادي نقعد غابريمير ان شاء الله رانشين تسمى تنديت النظات فوت فوت سويرة سارية ذا وغنغبو ماني غنيرا غنغ المواهب غنغ كيبو نغاس تاريخ ذا مقران اش تعتقد كيبو نعرف الهلال الرياضي الناظوري الدور المنتخب بالنسبه غنغي يلعب ذي المستوى يلعب عالميين لما لو تنتوي الكاس غاتماهن اذا التشكيله ديال المنتخب الوطني اليوم يعني نشوفوا الارتسامات عليها من توارر بدا ديال غيرين ديري حكيم زياش حكيمي زياش اوناحي هذا المهم اني تيري نبدا اني نزار بدا ديال غيرين ان شاء الله شنو تقولنا على تالق الحارس ياسين بونو
حارس بونو دي بارتي ذني عذون تغ يقذخ وضع مش سنقا تفهمت يتفرج ذي تليفون ذي البطولة السعودية تغ ذي الراحة التامة ذي بارتي ذني عذون وخسبوش الخطورة شنوينات فهمت ولكن حارس المستوى حارس عالمي نتمنى ان شاء الله ادير دي النهار نصح تنهار ان شاء الله ادير. وبالنسبه للاعب نصيري اللي احتفل بالهدف ديالو من يعني في توش وقتو الناس قد زعمتو غاد الشروط الارجو ارمي عقبن غا الفار الحمد لله يجا الفار يجا وينات تما ارمي عقبن توارنت دغول صحيح فهمت شي تونزريت باللي دغول صحيح والحمد لله مهم ذني غول ويسترثا ما ويستناي وهدف ديال أوناحي تغث هدف أوناحي تغث مخدوم يتسمى سفارجانا يتسمى أتيك تاكا تغث يجي الهدف ذي المستوى وان تعتبر أحسن ألعاب عالمي مهم ألعاب أوناحي غادي يشج الكلمة نس هذه يمكن زي ساغ الزات هذه أحسن لاعب ذي إفريقيا. تحياتي لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مقابلة اليوم شنو الابتسامة ديالك؟ نتمنى إن شاء الله 4-0 إن شاء الله. 4-0 المنتخب. إن شاء الله المنتخب المغربي إن شاء الله. يعني التشكيلة ديال اليوم واش أنه تشكيلة مناسبة للمقابلة؟ تشكيلة مناسبة إن شاء الله. واخا تقول الكونغو الديمقراطية ربما طلع بحال الماتش ديال النهائي قلت لي هذا الماتش هو بحال النهائي ولكن الحمد لله الماتش المنتخب ديالنا كبير وكبير وكبير ان شاء الله 4-0 ان شاء الله. شنو هي الرساله اللي توجهها للسي القجع بالنسبه لمدينه الناظور خصوصا بالملعب يليق بمدينه الناظور؟ بالنسبه لمدينه الناظور خاصه شويه يرد لها شويه الدور عندها شي شويه ان شاء الله راه خاصها بزاف ان شاء الله تولي تاهي بحال البركان شويه غيكون اللاعب بحال هاشك ديال البركان ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا نشوفوا اخر ارتسامات ديالنا معنا اذا كما تلاحظوا معنا انه اجواء هنا مدينه الناظور الشارع اذا كما تلاحظوا معنا اجواء مميزه هنا مدينه الناظور خصوصا بمقابيه هذه المقهى هذه اللي حاضر فيها الجماهير الهلاليه الناظوريه وكذلك الجمهور المغربي الحاضر لمتابعه المقابلات المنتخب الوطني المغربي وفريق الكونغو الديمقراطيه. هذه المقابله ان شاء الله غادي تكون مقابله للمنتخب الوطني وتوقعاتي يعني 4-0. تحياتي لكم. لأن متابعينا الأعزاء مشتو غزريم تو غنغكيو مات محمد الحناوي والارتسامات الجماهير المغربية هنا بمدينة الناظور مقابلة المغرب والكونغو الديمقراطية طبعا المقابلة اللي غتجرى برسم الدور الثاني من إقصائيات ونهائيات كأس إفريقيا للأمم 2024 المقامة بالكوت ديفوار المقابلة اللي غتجرى وستنطلق بعد لحظات يعني المغرب طبعا 3 نقاط انتصار في المباراة الأولى الانتصار اليوم يعني المرور رسميا إلى الدور الثاني. المغرب كما شاهدنا دخل بالتشكيلة الإيطالية ديالو التشكيلة المعتادة ديالو التشكيلة اللي لعب بها المونديال التشكيلة اللي لعب بها المباراة الأولى باستثناء لعب الشيبي اللي دخل طبعا مكان لعب المزراوي التشكيلة كانت في حراسة المرمى ياسين بونو بقية اللاعبين أجراد سايس حكيمي الشيبي وسط الميدان أوناحي أمرابط أملاح في الهجوم النصيري بوفال وزياش المدرب طبعا سيد وليد الكراكي مع مجموعة من التغييرات اللي غتكون إن شاء الله في الجولة الثانية في حالة يعني لا 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 يعني كان لاعب الزلزولي عدلي ومجموعة من اللاعبين اللي عندهم ما يقولوا رفقة المنتخب الوطني المغربي اللي طبعا مشى بتشكيلة الاختيار ديال وليد الكراكي كانت اختيارات صعبة ربما لأول مرة في تاريخ المغرب في هذه الكأس الإفريقية أول مدرب يعني كياخذ اللاعب اللي عنده
الجاهزيه واللاعب اللي يعني جاهز للمشاركه في النهائيات. اذا لا خوف على المغرب، يعني الكل يتوقع، الكل متفائل هنا بمدينه الناظور، الكل يتوقع يعني انتصار المنتخب الوطني المغربي في هذه المقابله بحصه عريضه، المرور الى الدور الثاني. الكل يتوقع ان هذه مباراه العبور الى الدور الثاني، دور الكومون النهائي، مع يعني الاعطاء الفرصه للمزيد من اللاعبين في المباراه الثالثه للمشاركه امام فريق زامبيا. اذا المغرب، المغرب الشعبيه، المغرب اذا متابعينا الاعزاء امام موعد مع تاريخ من اجل التتويج باللقب التالي في تاريخ. كل المعطيات يعني كل المعطيات تصب يعني لصالح فريق المنتخب المغربي، جوده اللاعبين، الجاهزيه، الظروف، الرغبه، قوه المنتخب المغربي طبعا لحقل الرتبه الرابعه في كاس العالم الاخيره اللي تقامت بقطر. الكل يخاف من المنتخب الوطني المغربي، عدة معطيات للمباراة الأولى والتألق، أو المنتخب المغربي أو المنتخب نهاية كأس إفريقيا انتصر بحصة عريضة 3-1. اليوم نتوقع إن شاء الله المزيد من الأهداف، الانتصار لمالا بربعة 5. طبعا الجماهير في الشوارع يعني قارس الشين، شوارع تخوان، القهوي مار عمار، مار طرجم، سفارات الحكام للانطلاق المقابله المغرب الكونغو. المتابعين الاعزاء سبورت ناظور باش توزريم اللايف نقلوهم في اجواء زي بقها البهيه، احد يعني المقاهي اللي تجيش مجموعه يعني تحطها الجمهور مغارطاس، اللي تجيش لومبيونس، اللي تجيش يعني الحياه الشعبيه اللي يعني اللي استمتع بمباريات المغرب. اذا المتابعين الاعزاء نقراو قيم ثاكين ان شاء الله لواني بارتيدا سجن لايف نغنيخ الاجواء ان شاء الله ما بعد الانتصار. وتوقع انتصار المغرب بحصه عريضه ربما قد تتجاوز 4 اهداف والى اللقاء.